السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سوف أقدم لكم نموذج الفرد المحروس رقم 2 مادة الرياضيات الأسدس الثاني المستوى الثانية إعدادي دوزيام أني أر سي. إذا بالنسبة للتمرين الأول، إذا نعتبر التعابير التالية أ و بي و سي، حيث أ يساوي إكس زائد 4، بي يساوي إكس ستة ناقص 16، سي يساوي 2 إكس موان 3. أولا أنشر وبسط التعبير أ سي 2 بلس 2 بي موان سي. ثانيا عمل التعبير بي. ثلاثة استنتج تعميلا للتعبير أ سي 2 بلس بي. التمرين الثاني، حل المعادلة التالية 3 إكس ناقص 2 كتساوي إكس زائد 4، و إكس ناقص 1 على 2 زائد 2 إكس على 3 يساوي إكس زائد 5 على 6. إكس زائد 1 عامل لي إكس 3 إكس زائد 7 ناقص إكس زائد 1 في إكس ناقص 3 يساوي 0. 4 إكس أس 2 ناقص 12 إكس زائد 9 تساوي 0. مسألة، عددان صحيحان طبيعيان مختلفان أكبرهما يزيد عن أصغرهما بخمسة، وإذا ضربنا العدد الأصغر في ثلاثة وقسمنا العدد الأكبر على اثنان كان مجموع العددين وهو 20. ما هما هذين العددين؟ التمرين الثالث، إذا أولا حل المتراجحتين ألف ناقص 5 زائد 3 إكس أصغر أو يساوي ناقص 7. المترجحة الثانية 3 عامل لي إكس ناقص 1 أصغر من 7 عامل لي إكس ناقص 2. ثانيا إكس و إيكغيك عددان جذريان بحيث 3 إكس زائد 1 محصور ما بين ناقص 5 و ناقص 2، و إيكغيك محصور ما بين أكبر من واحد وأصغر أو يساوي ثلاثة. ألف، بين أن إكس محصور ما بين ناقص اثنان وناقص واحد، يعني إكس أكبر من أو يساوي ناقص اثنان وأصغر من أو يساوي ناقص واحد. ب، أطر ما يلي إكس زائد واحد يجري ناقص إكس ناقص إيكغيك إكس زائد إيكغيك و دوز إكس بلس تروز إيكغيك موان زان، أو بعددان جذريان موجبان قطعا. قارن العددين، اثنان و أ على بي زائد بي على أ. التمرين الثالث، في الشكل جانبه لدينا مثلث ABC مثلث قائم الزاوية في A و AH ارتفاع له، AB كتساوي 2 سنتيمتر و BC كتساوي 15 سنتيمتر. احسب AC، احسب كوسينوس دو ABC سيتادير كوسينوس الزاوية B. ثالثا احسب المسافة BH. إذن نتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الفرض هذا للاستعداد للفرض المحروس داخل القسم.